فريق مصري بيشارك في بطوله كبيره، يعني شايف حضرتك الماتش هيبقى ازاي وتوقعاتك؟ الاول بنهني الفريق النادي الاهلي المصري بالفوز في اول مباراه، ده يعني حاجه عظيمه جدا، وبعثنا له كلمت الكابتن محمود الخطيب بعث له التهنئه في الحقيقه للنادي الاهلي، لان هو بيمثل مصر، كل فريق بيلعب في افريقيا وبيلعب في بطولات عالم ده شرف كبير جدا، وان الفريق بيمثل علم مصر وبيمثل مصر زيه زي المنتخبات، فبالتالي احنا بنديله كل الدعم وكل التقدير. ان شاء الله اللقاء الجاي احنا دي بطوله عالم، اذا كل فريق وصل فهو كاس عالم للانديه، كل فريق وصل يعرف ان هو بيمثل بلده واسم ناديه. بتمثل بلدك اذا انت بطل قاره، واللي جاي بطل قاره، حتى لو هنقابل بايرن ميونخ كبطل لاوروبا فانت بطل افريقيا، ليك تاريخك، رساله للاعبين تأدي ما عليك.